التقيت مع صحفي من قبل التدريب وبيتكلم بلغة عربية، كان بيدرس في كلية إعلام القاهرة، بيتكلم على قد إيه الإعلام هنا بيعتبر إن المباراة دي مباراة للتاريخ، مش مجرد مباراة كده. الإعلام كمان يمكن قبل ما نيجي شوية رصدنا الإعلام في غينيا بيتكلم إزاي عن النادي الأهلي، الحفاوة الغير عادية اللي بيعتبر بيها من النادي الأهلي، تصريحات المدير الفني الفرنسي لفريق فيكتور قال على النادي الأهلي كلام كبير جدا. يمكن النهارده بس النهارده كان في تصريح خطير قريته ليف في احدى الصحف النهارده الصبح، قال ان احنا سنلقي النادي الأهلي بتاريخه بكبريائه طعم للحيتان في المحيط الأطلنطي. ده كان تصريح صعب قوي بس تصريح لذيذ يعني، يعني قوي جدا، تصريح قوي، ويمكن اعتدنا شويه على التصريح ده. انت عارف ان احنا مقيمين على المحيط الاطلنطي مباشره، فقال ان احنا هنلقي لعيبه النادي الاهلي طعم للحيتان، يعني متعودنا شويه على التصريحات دي. شايف ان اللعيبه في تحفيز غير عادي. كمان لفت نظري قوي حرص مستر كارترون في رحله الذهاب واحنا جايين ان هو يعمل احاديث خاصه مع كل لاعب على حده، في استغل وقت الطيران، ما خدوش للنوم ولا خدوا للراحه، لا استغل الوقت ده ان هو يعمل شبه جلسات نفسيه مع عدد من اللاعبين، يمكن قعد مع 5 6 7 لاعبين. الامر كان موفق جدا، ان شاء الله التوفيق باذن الله للاهلي يوم الجمعه باذن الله. فنيا عايز اتكلم معاك، في غيابات كثيره النهارده يمكن بتضرب النادي الاهلي، لكن كما يعني عاهدنا اللعيبه وكما عاهدنا طبعا مجلس الاداره، الاهلي بمن حضر في كل المباريات في افريقيا في البطوله العربيه، يمكن غياب السوليه وغياب كمان اجايلي بيستمر طبعا مع اصابته، بيغيب مروان محسن، يمكن عدد كبير بيغيب، ميدو جابر كمان بيغيب عن فريق النادي الاهلي، غيابات مؤثره لكن عندنا ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده. كيف ترى كناقد رياضي كبير استاذ علاء غيابات النادي الاهلي في هذه المباراه؟ طبعا هي طبعا بالتاكيد غيابات مؤثره، وعندك كمان اثنين كمان في مركز واحد اللي هو خط الوسط، عمرو السوليه وميدو جابر، ده امر مزعج جدا لاي مدير فني. الغيابات كبيره جدا. على الجانب الاخر طبعا فرقه حوريه كوناكر اسف بكامل قوتها الضاربه. يمكن النهارده شفنا كمان تصريحات النهارده لمانديلا اللي هو هداف الفرقه، بيقول ان انا نفسي ادخل التاريخ عن طريق شباك النادي الاهلي. عاملين مقارنه بين محمد الشناوي وبين حارس المرمى كريم رضاي، وده حارس دولي كان من حارس السنغال في كاس العالم، عاملين النهارده بورتريه او مقارنه بين الاثنين مع بعض. لا واضح ان في اهتمام كبير جدا، لكن هم عندهم تفاؤل كبير جدا جدا، مش عارف هم حاسين ان هم دي فرصه عمر لحوريه كوناكري ان هو يبدا، يعني هم حتى بيقولوا تمام ان يوم الجمعه هيكون تاريخ جديد لحوريه كوناكري. انا شايف لا، المره دي المعلومات لعبت النادي الاهلي شويه شايفها افضل بكتير. الغيابات طبعا اكيد مؤثره، لكن انا ممكن لو مجرد بس ما تبص على وش اللاعبين تعرف المباراه انت واخد ايه عن المباراه، استعدادوا ايه نفس المباراه. لا انا شايف لعيبه النادي الاهلي في كم كبير جدا تفاؤل. لعيبه النادي الاهلي حاسه ان هي خلاص يعني وصلت للمراحل النهائيه في البطوله، مرحله خلاص ما فيش فرصه لعدم التركيز. لا خلاص احنا خلاص دلوقتي عارفين ان هم كل دقيقه بتقربهم اكتر للحلم الكبير، حلم البطوله التاسعه ان شاء الله باذن الله والتاهل لكاس العالم. لكن انا مش هلاقي غير المعزه دي بس، يعني لو يحيى جيبها لنا بس المعزه دي، انا دي قلقان منها قوي من الصبح، عملت بيو اتنين هم مش واحده بس كمان، دي قلقاني شويه. اجواء افريقيه اجواء افريقيه، انا كان نفسي بس يحيى بس يجيب المعزتين مع بعض، انا بتابعهم اكتر بتابع التدريب. يمكن طبعا اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، واجواء يمكن مطمئنه وفي سعاده في حرص، في يمكن تركيز، في تركيز كبير جدا، ده اللي احنا شايفينه. لكن لو بختم معاك برساله نقدر نقولها للعيبه، عارفين لعيبتنا على قدر المسؤوليه وان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه، لكن كاحد النقاد الرياضيين ممكن نقول للعيبه النادي الاهلي قبل المباراه دي؟ بنقول لعيبه النادي الاهلي اداره النادي عملت كل ما عليها، الجماهير طبعا الدعم الجماهيري مش محتاج ان احنا نواجه رساله الجماهير، احنا عارفين ان شاء الله باذن الله بمباراه 22 باذن الله هيكون يعني اذا كان بكره او يوم الجمعه متوقعين 25,000، انا متوقع ان شاء الله باذن الله هيكون اكتر من 60,000 في برج العرب هيأذوا جمهور النادي الاهلي. الاداره معاكم، الاعلام معاكم، كمان بشكر الاعلام المصري جدا باهتمامهم بالبعثه باخبار الفرقه. الكوره في ملعبكم، افريقيا بين ايديكم زي ما بيقولوا، والكاس قدام عيونكم باذن الله، باذن الله تكونوا موفقين باذن الله. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وتغطيتنا الخاصه لكواليس بعثه فريق النادي الاهلي بغينيا، الاهلي وحوريه كوناكري الغيري يوم الجمعه ان شاء الله في الساعه 4 عصرا بتوقيت غينيا، 6 مساء بتوقيت القاهره. حابين طبعا نستطلع الراي ونشوف طبعا هنا الصحافه بتتكلم ازاي عن فريق النادي الاهلي، عن المواجهه. كمان هنروح لنقدنا الرياضي الكبير الاستاذ احمد ابو طالب، هنتكلم معاه عن اهم الاخبار هنا اللي تناولتها طبعا الصحف الغينيه. برحب بيك طبعا
في البدايه يا استاذ احمد، والنادي الاهلي اكيد يكون موفق في المباراه. بتشوف الرحله ازاي؟ بتشوف الطائره الخاصه كمان ازاي اللي يمكن قدر يوفرها في استضافه النادي الاهلي؟ امور كثيره جدا، لكن حابب ابدا معاك في البدايه، بتشوف ازاي مباراه الاهلي وحوريه كونان كريفي؟ اهلا بك كريم، واهلا بكل متابعي النادي الاهلي في كل مكان. عايز اقول رحله كانت شاقه جدا، الله يكون في عون اللعيبه، وقرار صائب مجلس اداره بتوفير طياره خاصه كانت رحله تكون مرهقه جدا، وكان هيكون لها تاثير سلبي على اللعيبه، فقرار كان صائب وموفق من مجلس الاداره ان يوفر طياره خاصه. امبارح كنت معانا طبعا من اول الرحله، وشايف ان اللعيبه كلها تعاني من حاله ارق شديد، ولذلك كله خلت للراحه بعد ما وصلنا امبارح. النهارده اول تمرين الاهلي، انا شايف ان في تركيز وفي اصرار من اللعيبه وفي نظره ثقه وتحدي، ان هم عندهم هدف ان هم يحققوه، ان هم يفوزوا باول مباراه تسهيل مباراه العوده. عندهم هدف اكبر ان هو صعود لدور الاربعه، وبنسمي المباراه النهائيه وتحقيق حلم جماهير الاهلي بالفوز ببطوله افريقيا والمشاركه في بطوله عالم الانديه. أعتقد دي أحلام وطموحات كلها بيعيشها الجهاز الفني واللعيبة، ومحور كلامهم بيدور حول هذا الإطار. بالنسبة للمباراة، أنا شايف على الرغم من تواضع الإمكانيات هنا في غانيا، لأن في اهتمام كبير في الكورة، كل مكان نروحه الناس بتلعب كورة، بتلعب في الشارع، بتلعب في الساحات، بتلعب في أي مكان، أي مكان فاضي الناس بتلعب فيه كورة. ده دليل إن الكورة هنا بيعيشوا الكورة، الكرة هنا بالنسبة لهم تمثل حياة. حتى هنا البيوت المشجعين، يمكن لو الكاميرا جابت المشجعين، البيوت اللي منتشرة حوالي الملعب، ناس واقفة بتشجع النادي الأهلي، وإحنا ماشيين الأوتوبيسات بالأوتوبيس الناس في الشوارع بتشاور النادي الأهلي، الناس عارفة النادي الأهلي. وإحنا في التمرين هنا، بمجرد أن الجالية المصرية والجاليات العربية اللي موجودة عرفت النادي الأهلي موجود، وكل بدأ يجي فيه اهتمام كبير من الصحافة الغنائية، يمكن ملهاش حاجة أو بتكلمش عن حاجة غير وجود النادي الأهلي في كوناكري، وإن الأهلي عنده مباراة مهمة مع حورية. لذلك اعتقد ان هيبقى في اقبال جماهيري كبير على المباراه. بس النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عندها من الخبرات الكبيره اللي يؤهلها ان هي تتعامل مع مثل هذه الظروف، وانه يحققوا هدفهم ويوصلوا لهم عايزين المباراه دي. عايز اتكلم في نقطه مهمه كمان، سليف كولوبالي وعلي معلول ووليد سليماني. يمكن سليف كولوبالي كان معانا في الرحله، يمكن الناس قالت ان هو هيجي مع، يمكن هينضم هنا للبعثه. علي معلول يمكن فجر اليوم كان متواصل، وليد سليماني عايزين ناكد على جاهزيته. انت بتتابع التمرين، بتشوف الثلاثي ازاي في التدريب الاول لفريق النادي الاهلي؟ عايز اقول ان اللي مفيش اصابات الحمد لله، كل اللعيبه مشاركه، حتى محمد الشناوي اللي اتقال ان محمد الشناوي ما جاش، محمد الشناوي مسافر معانا من القاهره وبيشارك في التدريبات. مفيش كلام ان محمد الشناوي ما سافرش، لا محمد الشناوي مسافر معانا من القاهره وشارك النهارده في التدريبات، وكان موجود وعمل ودخل الجيم النهارده الظهر، عمل تدريبات خاصه بيه. فالاجواء مبشره زي ما قلت، كل لعيبه جاهزه، كل لعيبه مشاركه في التمرين. ينبغي بس ان شاء الله التوفيق يبقى حليفنا، الجو يبقى مناسب، درجه الرطوبه ودرجه الحراره عاليه هنا اللي موجوده اللي الكل بيشتكي منها. اتمنى ان الجو والامطار، اتمنى ان الجو يوم المباراه يكون كويس، وارضيه الملعب تساعد اللعيبه ينفذوا او يلعبوا بالاداء اللي هم معتادين عليه، ما يكونش فيه اي معوقات خارجيه. ان شاء الله الفوز يكون من حليف الاهلي ان شاء الله. في مجهود كبير من مستر باتريس كارتيرون وكابتن محمد يوسف، جلسات فرديه وجلسات جماعيه مع اللاعبين، استغل فتره السفر الكبيره دي. ويمكن كنت بتكلم طبعا مع نقيبنا الاستاذ علاء عزت على هذا الامر، قال يمكن الراجل مميز جدا في الجوانب النفسيه بعيدا عن الملعب. بتشوف الامر ده ازاي وبينعكس على ايه؟ مميز جدا كارتيرون في الناحيه النفسيه. يمكن في لقطه لفتت نظري واحنا في الطياره، ان هو اول ما ركبنا الطياره، ان هو لف الطياره وسلم على اللعيبه كلها، فكانت لقطه مميزه جدا منه، وكان لها اثر ايجابي جدا. الكوتش او المدير الفني اللي هو اكبر راس في الجهاز الفني بيطمئن على اللعيبه في بدايه الرحله، دي كانت حاجه رائعه، وبصراحه حاجه لفتت نظري انا. سلوك رائع وسلوك محترم من كارتيرون، ان هو يقدر يتعامل مع اللعيبه ازاي، وازاي يقدر يوصل لهم ان احنا كلنا مع بعض في مكان واحد لنا هدف واحد. كانت رساله رائعه جدا. عايز اقول ان هو برضو في خلال الرحله بيتابع اللعيبه، دائم الابتسامه، وشه بشوش، مرح، فكله بيطفي اجواء كويسه جدا على الرحله، بجانب الالتزام طبعا، التزام في التدريب، التزام في التكتيك، التزام في مواعيد المحاضرات، التزام في يعني، بالاضافه ان لعيبه الاهلي معروف عنها طبعا الالتزام في كل شيء سواء في الملعب او خارج الملعب. عايز اقول برضو في حد نسينا نشيد بجهوده، كابتن سمير عدلي اللي قايم بمجهود عظيم من قبل ما البعثه توصل، حجز الفنادق وملعب الترتيب والترتيبات، كل الترتيبات الخاصه بالرحله. كابتن سمير عدلي حاجه، نموذج مشرف ونموذج الاداري المتميز. فانا من هنا من قناه الاهلي بحيي كابتن سمير عدلي على الجهود اللي بيبذلها لراحه البعثه خلال فتره وجودها في غانيا.
مستمرين معاكم طبعا كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان هنا من العاصمه كوناكري عاصمه غينيا، حيث مباراه النادي الاهلي وحوريه كوناكري الغيني يوم الجمعه في الساعه 4 عصرا بتوقيت غينيا، السادسه مساء بتوقيت القاهره. الامور ماشيه بشكل مطمئن بالنسبه لبعثه فريق النادي الاهلي. النهارده كان في تدريب الاول لفريق النادي الاهلي، كل الامور دي هنحاول نعرفها طبعا من المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي وصاحب الخلق الرفيع الكابتن سامي قمصان. برحب بيك يا كابتن سامي في البدايه، موفقين ان شاء الله بالنسبه للمباراه، بتشوف المواجهه ازاي الاهلي وحوريه كوناكري؟ قبل ما اكلمك عن امور كثيره زي الطائره الخاصه وكده، لكن بتشوف المباراه ازاي في الاول في البدايه كابتن؟ مباراه مهمه طبعا وخطوه من خطوات البطوله، استعدلها كويس جدا وان شاء الله تكون بدايه لينا ان شاء الله انطلاقه جديده لينا. واحنا عارفين النادي الاهلي دايما بيلعب على هدف واحد بس هي البطوله، اللعيبه مركزه كويس، الاجواء الحمد لله هنا نموذجيه، مش عاوز اكتر كمان من نموذجيه، من حيث الاقامه وتوفير الطائره الخاصه، ودي حاجه مهمه جدا يعني، بشكر على مجلس اداره توفير طائره خاصه. حضرتك عارف الطيران قد ايه، وفرنا حوالي 8 ساعات غير ان الراحه فعلا اللعيب نفسه يعني في الطياره نفسها، لما اللعيب يقدر يستريح على 3 كراسي او اكتر، فدي كانت نقطه مهمه جدا يعني، وكان استجابه من مجلس اداره لطلب مستر كانتيرون، فبشكر طبعا مجلس اداره يعني ده، بشكر طبعا الناس القائمين هنا على السفاره، قام بعمل السفير سيد سفير محمود رضا مدرده، وكل الناس اللي شغالين في السفاره، توفير فندق نموذجي، الملعب، انتقالات، فدي حاجات مهمه جدا يعني، وده عهدنا طبعا بالناس اللي موجودين في السفارات موجوده في كل الدول الافريقيه، وده قدر النادي الاهلي، وده قدر النادي الاهلي فعلا، اللي هو يستحق فعلا حاجه اكتر من كده كمان. انت كنت واحد من نجوم النادي الاهلي وتعلم كيفيه ارتداء قميص النادي الاهلي، عندنا غيابات كثيره جدا في فريق النادي الاهلي، لكن الاهلي بمن حضر زي ما قلنا السوليه، وعندنا كمان ميدو جابر جونيور اجي كمان بيستمر، عدد كبير من اللعيبه، بتشوف ازاي اللعيبه المتواجده عندها ثقه كبيره في نفسها، مركزين بشكل كبير، وحطينا في اجواء المعسكر يا كابتن سامي. طبعا انت عارف ان الاهلي زي ما انت قلت، ودي مش مقوله، دي فعلا حقيقه يعني، واحنا ما فيش اعذار دايما ان انت عندك لعيبه مصابه او لعيبه مش جاهزه، بالعكس لا، احنا عندنا ثقه في كل اللعيبه، اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي من احسن اللعيبه الموجوده في كل الأماكن الموجودة في مصر، في أفريقيا، النادي الأهلي بطل على طول ودايما بطل بمن حضر زي ما حضرتك قول يعني، فطبعا اللعيبة مركزة جدا، عندها تصميم اللي هي تعمل حاجة كويسة، نفس القصة طموحنا وطموح الجهاز، عاوزين نرضي جمهورنا، لأن المنظومة دي كلها معمولة عشان إرضاء جمهور النادي الأهلي، ودي نقطة مهمة جدا. مجلس إدارة والجهد اللي بيعمله دوت برضه نفس القصة، تعبنا وتعب الجهاز وتعب مستر كارترون، كابتن محمد يوسف ولندمان وكابتن مصطفى كمال وبيت الجهاز، كل الناس عندها تصميم وهدف إن شاء الله، اللي هو إن شاء الله البطولة أفريقيا إن شاء الله. النهارده يمكن كان التدريب الأول على أحد الملاعب هنا القريبة من فندق الإقامة، هو نجيلة صناعية، لكن البرنامج التدريبي كان عامل إزاي؟ هل كان في حرص شوية؟ لأن أنت عارف الترتان ده بيسبب شوية أزمة للعيبة، يعني بتشوف التدريب النهارده إزاي؟ وإيه اللي قاله مستر باتريس؟ وإيه اللي قاله كابتن سامي؟ وإيه اللي قاله كابتن يوسف لكل لعيبة النادي الأهلي؟ أنت عارف طبيعة الافريقيا عامل ازاي، ما بيبقاش في كل الحاجات متاحه بالنسبه لك يعني، ولازم يبقى عندك مرونه كبيره ان انت تقدر تتجاوز كل الحاجات ديت يعني، ممكن هو عنده خبره كويسه لانه مر بالتجربه دي مع مازيمبي، فالراجل عنده مرونه كبيره جدا يعني، واستفدنا من من من, من الهدف بتاع التمرين نفسها، ان اللعيبه تعمل استشفاء كويس، واللعيبه تخرج من جو اللي هو السفر والارهاق اللي كان بيحصل دوت، ويرجع تاني يعمل له حل ريكفري تاني ليه، واستعداد كويس للماتش يعني. فاحنا خدنا من التمرين احنا الهدف اللي الراجل من خلاله عمل التمرين يعني، بكره بقى تمرينه مهمه جدا، الملعب اللي هتقام عليه المباراه، يقدر الراجل يفكر طبعا مش حاجات فنيه او خططيه، لكن احساس الملعب نفسه واحساس الاجواء نفسها دي مهمه جدا يعني، وان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بالمكسب باذن الله. الناس موضوع الرطوبه العاليه دي جدا والجو متقلب بشكل كبير، شايف ان ده يبقى ليه تاثير؟ انا عارف لعيبه النادي الاهلي لعبت في اجواء اكتر من كده، لكن فنيا وسيكولوجيا اكيد الامور دي بتبقى صعبه شويه على لعيبه النادي الاهلي. لا بالعكس، الجو انا شايفه كويس يعني، بالنسبه لما بتتكلم في افريقيا او اثيوبيا او الفرق دي او اكتر من كده، لا بالعكس يعني الاجواء كويسه، فيها امطار في اوقات معينه يعني، انت بتشوف الفصول كلها في وقت واحد يعني، لكن زي ما انا قلت لك قبل كده يعني، احنا ما بنبصش لاي مبررات يعني، هو ده النادي الاهلي، هو ده لعيبه النادي الاهلي وفكر النادي الاهلي، فاحنا ان شاء الله يعني بنوع الجمهور ان شاء الله اللي احنا هنقاتل عشان نحقق اللقب ده لينا وليهم وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره ونرضي جمهور النادي الاهلي. يمكن عشان ما تقولش عليك، عايز اطمن على وليد سليمان، يمكن هو طبعا كان في بعض الاخبار بتقول ان وليد جاهز مش جاهز للمباراه، احنا تابعنا في التدريب وليد جاهز فنيا وبدنيا، علي معلول كمان وصوله النهارده، عايزين نطمن على الاثنين اللعيبه دول، لان اكيد ان شاء الله بنتمنى يكونوا موفقين جدا في المباراه كابتن سامي. ده الحمد لله هما الاثنين شاركوا النهارده في التمرين، يمكن علي جه امبارح والنهارده وليد الحمد لله برده معانا من يومين كمان برده مشارك، كل لعيبه فنيا على اعلى مستوى بدنيا وذهنيا
وكل واحد عاوز يلعب، ولكن الاختيار الاول والاخير لمستر كارتيرون، وربنا ان شاء الله يعني يوفقنا للافضل للفرقه، لان احنا عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. يعني اي لعيب بيمثل النادي الاهلي هو ليه قيمه كبيره وقدر كبير عندنا كجهاز وعند جمهور النادي الاهلي. احنا بندي دايما الثقه للعيبه، واللي هم ان شاء الله يكونوا على قد المسؤوليه، وان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون ربنا يكتب لنا يا رب ان شاء الله التوفيق، وان شاء الله نحقق البطوله باذن الله. شكرا شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي انصار المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي. زي ما قلنا طبعا اجواء مطمئنه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، بنحاول ان شاء الله ان احنا لحظه بلحظه نعرف جمهورنا، نعرف كل مشاهدينا ما يدور في كواليس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في كوناكري. زي ما قلنا التدريب الاول اللي كان على احد الملاعب القريبه، نجيل صناعي زي ما قلنا، لكن كان الهدف من التدريب ان اكيد طبعا الجو العام، ويمكن مستر باتريس والكابتن سامي زي ما اتكلم قال خدنا الهدف المطلوب من التدريب. اكيد زي ما بنقول الاجواء هنا ان شاء الله كلها تصب في مصلحه النادي الاهلي. مباراه اكيد قويه، مباراه هامه، فريق النادي الاهلي اولى مباريات الدور الثمانيه ان شاء الله. بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي.